إن تناول من كوب إلى كوبين من الأناناس الطازج أسبوعيا أثناء الحمل هو آمن تماما، لكن يمكن أن يكون مشكلة إذا كنت تأكلين من حوالي 7 إلى 10 ثمرات من الأناناس دفعة واحدة. مع ذلك من الأفضل استشارة الطبيب بخصوص الأناناس. كذلك الأناناس المعلب يمكنك استهلاكه بأمان، حيث يتم استخراج معظم البروملين أثناء عملية التعليب. إن الأناناس غني بفيتامين جيم، هذا الفيتامين القوي الذي يقوم بتحفيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على نمو العظام والأنسجة والجلد عند الطفل، كما أنه يتيح لك إنتاج الحديد الذي يساعد في تركيب الدم وحمض الفوليك ويجنبك حدوث العيوب الخلقية للجنين. وبالإضافة إلى ذلك يقوم الأناناس بإنتاج الإنزيمات الهضمة التي هي مفيدة جدا لصحة الجهاز الهضمي، كما أنه يحتوي على نسب قليلة من الألياف والدهون المشبعة، هذا مقارنة ببعض الفواكه الأخرى، لذلك يساعد على سهولة الإمساك. إن فيتامين B1 الموجود في الأناناس يقوي الجهاز العصبي، وإن فيتامين B6 يساعد على تخفيف غثيان الصباح. إن تناول الكثير من الأناناس يمكن أن يسبب الإسهال والحرقة والحموضة، كما أن استهلاك الأناناس المفرط يمكن أن يزيد من محتوى البروملين والذي من شأنه أن يوهن عنق الرحم ويؤدي إلى الإجهاض، كما قد يؤدي إلى الطفح الجلدي والقيء، ويمكن أن يؤدي إلى تقلصات خطيرة في الرحم في الثلث الأول من الحمل. ولا يجب أن نخفي عليك بأن المحتوى العالي من السكر الموجود في الأناناس يمثل ضرر بالغ وشديد بالنسبة للسيدات المصابات بسكر الحمل. مع ذلك فإن تأثيراته الضارة تختلف من امرأة إلى أخرى، لذلك يجب استشارة الطبيب بخصوص تناول الأناناس أثناء الحمل، فيمكنه أن يحفز بالفعل عملية الولادة، لكن فقط عند تناوله في صورة طعام بكمية كبيرة. يعود السبب في ذلك إلى أن البروملين الذي يدخل في تكوين الأناناس سوف يعمل على تليين عنق الرحم ويحفز من عملية الولادة، لذلك فإن تناول ثمرة واحدة من الأناناس تتكون فقط من كمية صغيرة من البروملين، لكن من أجل تحفيز عملية الولادة سوف تحتاجين إلى تناول حوالي 7 إلى 10 ثمرات من الأناناس في وقت واحد كطعام. يقال أيضا أن تناول الأناناس ينشط بطنك، هذا بدوره يوقظ بطنك ويؤدي إلى الولادة، ومن أجل تحفيز المخاض مع الأناناس يجب عليك دائما استهلاك ثمرات الأناناس الطازجة، لكن ليس الأناناس المعلب أو عصير الأناناس على حد سواء، فكلاهما لا يتوفر لديهما أي برومين. وإذا كنت تشعرين بالقلق ناحية الولادة المبكرة يجب عليك استشارة الطبيب والاستماع إلى جسمك أولاً.